تختار آية من القرآن الكريم ويطلب من الشباب أن يقوموا بتطبيق هذه الآية. كان من الأشياء الجميلة مثلا مرة أخذوا آية وبالوالدين إحسان، وتوزع الشباب عبارة عن فرق وبدأوا ينزلوا حتى يطبقوا هذه الآية ويعملون بهذه الآية. فمجموعة من الشباب قاموا بعمل بنر كبير، كل واحد يوقع اللي هو بار، يقول سأزداد برا، واللي عنده إشكالية يقول أنا بإذن الله تعالى سأترك الضعف في البر للوالدين. مجموعة وزعوا ورود على طلاب المدرسة وقالوا كل واحد يعطيها لأبوه وأمه. مجموعة كفلوا يعني أيتام بأسماء آبائهم وأمهاتهم، يعني كان أحد الشباب يعني يلا على قد حاله كما يقال، وقاعد يجمع المصروف تبعه. وبعد ما جمعه راح لجهة خيرية، وثم بعد ذلك طلب كفالة يتيم لمدة شهر باسم والده. لما راح عند والده قال له أنا كفلت يتيم باسمك يا والدي وهذه الورقة، وحبيت يعني باب البر في. قال يا ولدي يعني أنا ما كفلت اليوم لجدتك وبعد ما ماتت، واليوم أنت تكفل لي يتيم وأنا حي. فلذلك يعني العمل بالآية القرآنية. فأنا أقصد يعني نحتاج فعلا أنه إحنا نعمل بالقرآن الكريم، ونحتاج أن نربي أولادنا على العمل بالقرآن الكريم، ودائما نقرأ الآية القرآنية ونقوم بالعمل